ويا اعزائي شان خاو السلام عليكم، ها رجعنا لكم جديد. دقيقة قبل لا ابدا، قبل لا اخطو الخطوة الثانية هذه، اشكركم من اعماق قلبي الناس اللي خلاص بدوا ايش يسووا لي تويتات وينشروني في الفيس وفي السناب، هذول الناس اشكرهم. والتعليقات صح انها قلت شوية تحد، بس احس انه الناس خلاص بدوا ايش يخشوا جو معايا. فقبل نبدا اليوم هذا اعطوني لايك وتعرفوا ايش تساووا الباقي. اي اليوم اخذكم معايا لجامعة نانتونغ، جامعة الام، الجامعة الكبيرة. طبعا كلية الطب منعزل عنها، يعني طبعا هذاك شيء ثاني مرة، خلوه هنا شيء ثاني، هنا تحس انك من جد خاش جامعة. فصراحة الجامعة هذه ما تناسب لطلاب الطب. سجلت في المستوى الخامس، انت ما تعرف قد كيف صعب. المهم دحين متاخرين شويه نعجل. طبعا الكلاس الاول ما اقدر اسجل فيه شيء ولا اقدر اطلع الكاميرا، المدرسه هذه مره مشدده. تخيل اول كلاس ما خشيت ايش قالت؟ قالت هذا مو مستواك، هذا مو مستواك، روح غير كلاس تحت. فانا بني ادم ما يعجبني ايش ارجع لورا. خلينا نخش. ويلا دحين عندنا بريك، ايش البريك؟ فسحة كبيرة حنتغدى فيها ان شاء الله ونرجع نكمل الكلاس الثاني. طبعا هنا في الكانتين او في الكافيتيريا عندنا في اكلات تبع المسلمين. ميفان جيرو تودوس هيو 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 جدان جدان طبعا اول شيء نبدا مع المكتبه. تخيل يعني مكتبه يعلم هذا، يعني انا طبعا مرجع الكاميرا اخر شيء، يعني اذا رجعتهم شويه ورا حتطير في المويه. يلا الحين نخش نشوف ايش في جوا. مدرس هذه دعمتني قالت ليش لغتك الصينية تعبان؟ ما في ذاكرة، ذاكرة فل مرة من النهاية، كم لغة فيلو ده؟ ايش هذا؟ أعطيكم معلومة على الطاير، في فرق بين الذكور والإناث بتعليم اللغة. الذكور يستخدموا جهة واحد من الدماغ، طيب الدماغ فيه قسمين، قسم يمين وقسم يسار. أما الإناث زي هذولي يستخدموا الجهتين.
يعني كده هم يتعلموا اللغة أسرع مننا. ليش؟ هذا السبب. فأكيد يعني لو واحد شاف زي محسن كده صعب يتعلم لغة ما يعذره طبعا، لأنه هو بيستخدم نص قدرات الأنثى. فأصبر إن شاء الله يوم كده هتعلم الصيني هكسر روسكم فيه. يلا دحين إحنا خلصنا كلاس وناخدكم كده في جولة سريعة. والله شباب فاتكم، تو طلع لي سمك من هنا قد كده، لا قد كده 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 يعني، لا ما تصدقوني كده كده يا شيخ، كده 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 اي كده. زي ما وعدناكم كل فلوج نعطيكم ايش كلمات صينيه، فالحلقه هذه ان شاء الله نعطيكم كلمتين اللي هي الكبير والصغير. كده يصير عندنا الاحجام كلها، كبير وسط صغير. اذا ما تعرف ايش هو الوسط اللي هو الجونج راجع الفلوج السابق. فطيب زي ما شفتوا الكبير والصغير، دا يعني شيء كبير، شاو شيء صغير. فدحين نروح نشوف لنا الصينيين كده يعلمونا الكتابة والنطق الصحيح. ويني من خاو تمشي ني خوي هانيو ما هانيو دوي شيشي تا تا انشيغا شاو شاو. اوكي هلا بالعيال، هذه عدتهم وهذه سيوفهم. وهنا زي ما انتم شايفين ملاعب كرة سلة وطائرة، وهناك في ملعب قدم، هذا الرديف يعتبر، وفي هنا صالة مغلقة. الله على الطبيعة، كل فصل له منظر. شوفوا دحين بداية الخريف الأشجار زي ما انتم شايفين أطرافها بتنشف وبتعطيني كده منظر على لون كده بينك. المكان ده واحد من أفضل الأماكن عندي في نانتونغ، والدليل دائما البنات في الاخير. بعد يقولوا مو عادل الولد يسابق البنت، هذا كمان مو عادل انكم تحطوني بين كلاس كلهم بنات اللي هم يستخدموا طرفين الدماغ وانا استخدم طرف واحد. نوقف لانه في الباص قرب، وعندنا شيء خطير على العشاء، تشاينيز فرايد رايس شريمب، يعني الرز المقلي بالشريمب. ويلا نشوفكم هناك. الرز المقلي بالجمبري على الطريقه الصينيه، يا الله تاكل الصحن وراه. نبدا بالمقادير، شريمب او جمبري 200 جرام، رز مصري حبه صغيره مطبوخ، واهم شيء يكون بارد يعني طلع من الثلاجه. الكميه حق شخصين، جزر مقطع مربعات، بازيلا او ما عندك حط فلفل رومي، بصل اخضر، فلفل، كزبره، بصل مفروم. زيت، صلصة الصويا والزيت اللي يطلع من الاندومي، طبعا اللي كان يقول انه فيه له رجول وصراصير بس يلا حطه، ملح، كمون، فلفل اسود، ربع ملعقة صغيرة حق الشاي سكر، ونسيت 3 بيضات. يحمي الزيت
حاول تضيف كمية زيت أكثر بحيث ما يلصق المحتوى تحت. أخفق البيضات، خليه ينقلي على نار متوسط، وجنب الصاج كمان بحيث انه ما يكون تحت البيض نار. ضيف البازيلا والجزر وبقية الخضار حق دقيقتين، وضيف الجمبري وحط السكر والبهارات. نقلب حق دقيقتين على نار متوسط. وبعدين حط الرز، افرده بحيث ما يكون فيه كتل، وقلب المحتوى لمدة دقيقتين على نار هادئة. وكذا جاهز، بالعافية عليكم. هيا أسامة، أعطينا كومنت. أعطيك كومنت على الرز، والله ما شاء الله رجال اللي سواه، تعرف مو صيني، صح إنه خشم ما له داعي في استخدام الكوايزة، بس أقول صراحة سواها نفس الطعم اللي يسووه في المطاعم الصينية. انا قصدي اكتب كومنت تحت، هذا قلل الكومنت شفهي. يلا، السلام عليكم، نشوفكم في بلوج جديد.